حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم ببرنامج 52 دقيقة. موضوع حلقتنا اليوم راح يكون عن عمال النظافة، عمل مستمر تحت أشعة الشمس الحارقة حتى بالأعياد والمناسبات. على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة يواصل عمال النظافة عملهم بدون كلل أو ملل في ظل غياب متطلبات السلامة باستثناء البدلة الفسفورية اللي تحميهم من الحوادث المرورية. الكثير منهم لبس اللثام والقبعة حتى يحمي نفسه من أشعة الشمس الحارقة. طيب، تتوقعون هاي الخطوات راح تحميهم من حالات الإغماء وأيضا من إصابات الشمس أثناء العمل؟ خلونا نشوف أنا وياكم عمالنا النظافة بهذا الحر وبشوارعنا، ابقوا معنا. الله يساعدكم، الله يقويكم ان شاء الله على الحر وعلى التعب. استاذ هلا بي، سلام. اسم حضرتك؟ وعد. وعد؟ اي نعم. ابو منو؟ وعد ابو محمد. ابو محمد، كم طفل عندك؟ عندي أربعة. عندك أربعة وتشتغل؟ اي والله. تشتغل؟ والله بالزراعة. بالزراعة. طيب. اي. حجي بس ممكن شوية دقيقة راح ناخذك عن شغلك؟ ابو عمار. ابو عمار؟ الله يساعدك حجي. سلام ورحمة. شلونك ابوي؟ اهلا وسهلا. ابو عمار. اي. تشتغل بالزراعة؟ ايوه. كم ساعة تشتغلون يوميا؟ والله دوامنا من الستة للوحدة. من الستة للوحدة بهالحر هذا؟ ايوه. اي. 170 ألف. 170 والله. ليش؟ والله. ها؟ 170. عقد. أجور. أجور. أنا أجور. عمو بهذا العمر. ايوه. تصعد درج وتسوي الزرع بقد عمرك عمو ايش قد؟ ها؟ قد عمرك؟ فوق 50. عمر كله يا رب. الله يسلمك. تعب ها؟ والله شو مو تعب، كل واحدة ايش كبرها وقاص. تعب. شو تسوي؟ يقدر عمو أي أحد، أي أحد يجي يشتغل شغلتك؟ والله يجون. يتحملون التعب؟ لا والله مو مثل أساسي لهذا الولد. يريد اكو شباب ما يشتغلون بقد والله. اشتغل يوميا 15 وحدة. هاي باعة كاملة. احنا على مود ايش؟ على مود منظر المدينة. حتى جمالية تطي. والله احنا حتى اذا نتعب ما يخالف. حتى اذا نتعب مو مشكلة. على مود شنو؟ على مود المنظر مال المدينة يطلع بالصورة اللائقة. يجي زائر، يجي وفد، يجي غير اجنبي. حتى يشوف هالمناطق حلوة ومرتبة. زين. حتى اذا نتعب ما يخالف. بس احنا قابلين براتبنا والله قليل. شو نسوي؟ راتبنا شو نسوي؟ يعني ما تحكي. يعني 170 من تطيح. المهم. مولدة. سحب، انا عندي مريض، الله وكيلك، اشتري شريط ب 9000 وب 10 وعلى 4 وبر يدربوا، والله العظيم. زين هي 170 قول تكفي المي اللي اصرفه هنا يوميا. الف رحمه على والدي، والله العظيم. هاي هسه يمكن حوالي 8 بطاله 2000 على حسابك. وشايك ومي هم 1000 هاي 3000، يعني ايش بقت 4000 وكراويك. وين بيتك عمو؟ والله ما قريب. اي بس تجي كروه. ام كروه. الله يساعدك. مهزوم كنا من الشمس. اي والله. خلك اقعد يمك. انا هم شوي انهزمت. اي والله من درجه الحراره حاره وشمس واسستوني قعدت شوي ارتاح اريد. زين. اسمك؟ ليث حسين. ليث حاره. حاره. شلون متحملين هذا الحر؟ شو تسوي يا ستي؟ على هاي العيشه وراتب ما ساعد. راتبنا قليل 170 ألف. 170، قد عمرك؟ أنا؟ أي. عمري 34 سنة. 34 سنة، العمر كله متزوج؟ الحمد لله. عندك أطفال؟ الحمد لله. ها؟ عندي اثنين بنات. اثنين بنات، الله يخليهم إليك. الله يوديك. 170 شو تكفي البنات؟ والله شو تسوي؟ هاي نسددها منا ومنا، نتداير منا ومنا لحد ما. مطلوب؟ إي والله. مطلوبين. على شنو تدفع؟ أنا مدير راتب، ما يكفي، سحب، زين. أوووو. وهسه جاينا مثل ما يقول عيد ما عندنا. نشتري ملابس بنات؟ لا والله ماكو، ما مشتري. احنا شو نطالب؟ نطالب ونريد زياده رواتبنا احنا، بالخصوص احنا يعني كعمال النظافه. احنا عمال نظافه يعني مظلومين. ليش مظلومين؟ لان احنا طالعين هاي كورونا كلها، احنا طالعينها. هم طالعين كورونا، ما حد طالع كورونا. انا والدي راح توفى بسببي. انا والدي توفى بسببي. ليش توفى بسببي؟ ليش؟ لان انا بيها صارت كورونا، صارت ملامسات بالعائله.
وراح رحمة الله، والد رجال كبير زين. فاحنا نطالب هاي الوجوه الطيبه الناس الخيره بين تسعى على راتبنا يساعدونا. يعني هسه احنا ما نريد السلم، السلم لا يطبق الناس سلم، السلم يقول ما اقدر انا اطبق لك اياه، خلي صعد الدرجات الوظيفيه مالتنا. عقد انت لو لا ملاك ملاك 170 ايه؟ زين ما حاسبي لك خطوره اطفال؟ خطورتنا 30 30 زين. يعني لا سامح الله صار في القدر صار 30 تكفيك هاي ما خطوره؟ شو تسوي؟ ها؟ هم والله يعني هم تكفيك؟ غير ما تكفي، شو تكفي؟ تنطي مصاريف لعائلتك لاهلك؟ جايالي يطرح من الواقع بس فهمني يعني هي 170 170 إيه شلون بدها تكفيك؟ انه كراوي بيتكم هنا لو لا؟ كراوي روحها جايه 2000 دينار اي زين؟ وحسبيها بالشهر ايش قد ايش قد مي تصرف هنا بهالحر؟ مي خوب 24 ساعة يعني مي على حسابكم على حساب ريوقنا على حسابكم كله على حساب. الله يساعدك. هاني كل الهلا. الله يقويك على هالحر هذا. والله حيج. وعلى هالتعب. اشكرك. شلونك ويا الشمس؟ والله جو الشمس طبعا كلش حار، يعني الحرارة تقريبا 48 واحنا بهاي الشمس جاي نشتغل. وما حد جاي يفتح. والله كلش والله هسه احنا دا نصور الحلقة عمي والله مثل يعني بس انا والكادر يعني ما يعني سويت يعني انتم شلون يومي العاد؟ والله احنا يعني الصراحة تعودنا حتى يعني شبعنا بالشمس. رغم يعني بينا ناس تطيح تيفو وهذا بسم الله شاري. شبعتوا؟ والله شبعنا بالشمس. صرنا شلون الوحوش اي والله يعني يعني ماكو مجبور يعني الانسان يتعب يتمرض ما يقدر حتى لو انا ملاك انا هسه ملاك دان اسمك انا حسين صالح نفسي كم ست يعني والله العظيم واحد حتى غفشه الصبح ما تسوي قعدتي شنو غفشه الصبح ما تسوي قعدتي على هذا الراتب اللي الردي كلش يعني راتب كلش ردي يعني انا متزوج وعندي 2 اطفال واولادي بالمدرسه وانا راتبي هسه 285 انا 285 الا ننطيهم المن تزوجتي للبيت، للمي، للكهرباء، للنت، للمريض، زايدة، ناقصة، مو لا لا يعني من طاني 285 إيش قدر؟ ما حسبها؟ ما قسمتها؟ والله ما قسمتها يعني قلت ما شنو 285؟ أسبوع، أسبوع يخلصن وأروح الدائن ما عندكم استراحة؟ لا، كله دوام حتى جمعة دائن دوامها هسه لا استراحة لا ما ولا راتب زين ولا راتب هسه داروهم داروهم خلوهم واقفين على 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 رجليهم من يجي الشغلة يجي يشتغل يعني بدون ما غثى على كل يوم هو طالع ولازم مكناسته ويفكر انه راتب ماتي 285 وراح اوديها هاي الشمس راح تبقى فوق راسي من لحد ما اخلص دوامي والله ستي يعني لو اكو بديل اذا بالسقاله واشوف لي غير شغله لو نطلع نطلع يعني مو بس انت والله العظيم والله العظيم حسين مو حسين؟ اي حسين حسين مو بس انت كل عمار النظافه قالوا وقالوا والله احنا اذا نصبر لنا بعد فتره ما هاي احنا ندب اغراضنا ونطلع بعد والله العظيم هسه داروهم لان احنا بدونهم احنا شنو شوارعنا بدونهم؟ شنو مناطقنا بدونهم؟ ليش بكل الدول كل الدول محترم العامل والعامل يسمونه مهندس النظافه اللي هنا بالعراق يسمونه زبال لا حشاك اي لا ما احنا لا محترمين هنا لا حد محترمنا ولا حد يعاوننا بالشغل ولا مراتب زين يعني انا لا كاسب احترام ولا كاسب مال زين يعني ما اقدر اوفر كاسب كل الاحترام وكل التقدير لكن نحكي عن راتب احنا ما لنا شغله بكم شخص يجي اللي يتجاوز بكلمه يتجاوز بتصرف هذول هذول بحث اخر بس اليوم انه انتم كل الحب والاحترام والتقدير لكم وانت موظف حالك حال اي موظف اليوم قاعد بدائرته مو بس مو بس هذا مو بس كلامي اي صح بس مو بس كلامي ست والله كلام الناس كلهم يعني تقيسين باقي الموظفين لا حوافز لا راتب زين لا مخصصات يعني هسه من الناشد احنا رئيس محمد الشاع السوداني والناشد الامين بغداد عمار موسى كاظم استاذنا العزيز اذا ما توفرون سلم رواتب عاد اعطونا مخصصات براسه حظ يعني انا الاسم مالتي 170 والخطوره مالتي 50 عليل الخطوره عليل الاسمي عاد اقلها شويه اعاون نفسي الله يساعدك الله يقويك الله يحفظك رحم الله اسم حضرتك عقيل صادق عقيل صادق عقيل عقيل شوي وجهك يكون على الكاميرا انت ما تقبل وجهك لا لا عاد لابس اللثام اي عاد عاد ليش؟ احنا انا موظف بلدي ببامات بغداد بلديه الصدر الاولى قسم الزراعه أي. رواتبنا كلش تعبانه 280,000 وقاعد يقصون بينا ذا يوم عند مريض او شيء يقصون بينا انا عندي اكزيما شوف انا بالزراعه عندي اكزيما من الورا الزرع والحساسيه الزراعه الموسميه البس شوف قاعد الله شاهد البس شوف وعد وما يفيد وياه يعني. ورواتبنا كلش تعبانه يعني لو 170
لو 170 لو 250 280 الف هاي كلش. ليش 170؟ مو احنا تعولنا للملاك. بعد لا ضايفين لا 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 خطوره لا كل ما ضايفين اياها عندنا السوق. بس فهمني كان قد قبل راتبك على الاجور؟ كنا على العقد 370 الف. أيه؟ تحولنا للملاك نزلون يعني شايد عندنا قلت واحد عنده ابتدائي وما عنده ابتدائي. هسه تقول لهم كذا ارجع على العقد احسن. على العقد افضل لنا. اذا على العقد 370 نعم احسن من 280 و200 و250 وقاعد يقصون بينا والغيابات يعني مستمره. ليش؟ احنا الناشد الامين عمار موسى بعينه الابويه يعني خليه يشوفنا دوام قاعد بالخمسه الصبح، بالخمسه الصبح البيت بعيد يعني احنا بطراف المدينه. بطراف المدينه كلش بالمعامل يوميا كرونا 3000 الى لا 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 4000 زين. مثلا تاكل تشرب هنا تاكل تشرب قد يوصل بال 6000 7000. انا شاب انا شاب بس حرات الشمس عوفي انا شاب من حق اليوم اطلع بالليل اتونس افتار يعني راتب 280000 وين ودي الناس ذاك انت عمار موسى نعطيك ال 280000 قسمها على 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 شهر كامل وين توديها انت وين توديها؟ خلى الله بين عيونكم خلى الله بين عيونكم والحسين تعبنا ملينا من الشغل ملينا بالحسين قاعد يكرهونا يردونا نبطل نبطل احنا حسين شي نبطل ليش نبطل؟ تروح اجيب لك بنقلات الشغله؟ رحنا احنا من لحمتك احنا من لحمتك احنا ليش هيك؟ نطالب رئيس الوزراء بتعديل سلم الرواتب تعديل سلم الرواتب ينقذنا انت كنت نائب كنت نائب تحكي بسلم الرواتب هسه صرت رئيس وزراء ذاك يوم حاكينك بالنجف تقول لا والله يزعجنا هذا القرار وما يسلم الرواتب ليش؟ ليش هالظلم هذا ليش؟ اذا عمو ما تردون اذا ما تردون قولوا لنا مرتكم حتى نبطل اذا يبقى راتبنا هيك شهر شهرين بطل احنا بعد المين انا شاب اروح اشتغل وين ما كان اروح اشتغل وين تروح بطل وين اروح اشتغل اروح اشوف لي شغل اروح اشتغل عمال اروح اي شيء عادي يوميا 25000 وراسي وراسي بارد لا يجي مسؤول فوق راسك يحكي لا يجي رئيس قسم فوق راسك يحكي ومتعاملينها كلها يعني احنا انا شاب يجي فوق راسي مسؤول يحكي والله هضيمه بالقران هضيمه الله يقويك على هالحر هذا ويقوي وعلى هالتعب وعلى هالهوسه وان الشارع عمان نظافه وانتم بعد عفونا انا اسمي حسين عمري 21 سنه 21 سنه ايش قد صار لك تشتغل؟ صار لي اشتغل ثلاث سنوات صار لي ثلاث سنوات بهاي المهنه راتبي 270 الف اذا تقسمينهم بالشهر تطلع يوميتك 9000 دينار هاي شغله اولى شاب تكفيك؟ والله شوفي لك اي شاب تكفي يومية 9000 بهالحر وبهالشمس هاي ودرجة الحرارة بالعراق انت شنو كنت تشتغل قبل؟ انا هو شغل يعني صراحة لو اكو شغل مناسب كان اشتغلنا بس احنا شو نسوي يعني احنا مجبورين انه نشتغل شغلة بهالشمس وبهالحر نطلع الساعة بالخمسة الصبح ونشتغل شفتين قبل 3 سنين وين كنت؟ طالب طالب نعم طالب شنو يعني؟ طالب سادس علمي أنا علمي أحيائي علمي؟ أي أقسم بالله أحيائي طالب علمي أحيائي و... زين جعد شون جيت صرت يعني تركت الدراسة أنت؟ تركت الدراسة ليش؟ ظروف يعني تعرفون أنه بالعراق الشاب إذا أراد يدرس هسان إذا أريد أدخل خصوصي إيه؟ اقل مدرس يطلب عليك مبالغ صح عالية صح زين صح احنا تعرفون يعني أنا صح عائله ومصرف مسؤول عن عائله بيت اي نعم زين انت من وصلت لهي المرحله انه سادس علمي احيائي شنو كان ببالك تصير؟ كان كل طموحي ادخل طب واصير صيدلاني اصير فد معاون طبي ادخل يعني هذا المشروع وهذا هدف وان شاء الله بعد ما انا هذا الشيء بداخلي ان شاء الله ارجع بس كون يعني شويه رواتبنا هسه احنا سان موظف صار لي ماستر هسه حاليا نعم. قلت لي راتبي 270 الف يوميتي 9000 دينار بهذا الحر وبهاي الشمس وهاي وضعيتنا وانتم جيتوا وشفتوا الحر واتحدى هسه شاب بالساعه ب 12 الظهر هسه يشتغل هنا يكظلم كناسه ويطلع هاي شغله اولى الشغله الثانيه يعني هسه انا شاب عمره 21 سنه وطالب صف سادس علمي احيائي مع العلم هاي السنتين الاخيره سووهن عام نعم. وانا ما عندنا اشكال على هاي الامور بس اطلع اكنس يتصدق علي ابو محل يتصدق علي واحد ما دارس نهائيا واحد هاي يجي يناوشني الف وانا مجبور اخذنا يومي 9000 شو اسوي؟ تاخذها مجبور اخذ من هذا الف اخذ من ذاك 500 اخذ من مجبور انا مجبور اشتغل شغل فوق شغله يعني انا شغلي المفروض الساعه 11 12 انا مكمل لا انا ابقى
على مود استفاد لي ايش كم فلس حتى يعطوك العالم؟ ايه الله يساعدك والله يقويك على هالتعب وعلى هالحر. انا يعني كل عام النظافة وقف له اقول له الله يقويك على هالحر لان يعني فعلا الله يساعدكم. شو نسوي؟ يعني صدق الله يساعدكم والله يعينكم وما اعرف ما عندنا وسيله بس العمل مال البلديه يلا ما حد يشغل. اسمك؟ انا مكمل دراسه. عباس. اسمك عباس؟ عباس. عباس ممكن وجهك شوي تمي اشتيدك. اي عباس شنو مكمل دراسه؟ عباس انا مكمل دراسه انا سادس خلصت السادس وماكو قعدت يعني ما اقدر اكمل مصرف الرادي جامعه الاهليه ما اقدر يعني انا اشتغل بلديه 270 يعطوني وين انا قاعد بالايجار يعني بيتي ايجار يعني انت تعبت على نفسك وصلت مرحله السادس وتخرجت من عنده بالجامعه ما تقدر قعدت ما اقدر يعني مصرف الرادي يراد لصرف زين شو مسؤول عن عائله انت انا عندي اخواني وعندي ابوي مريض اي ف يعني ما اقدر شغل يعني انا عمري 24 سنه من عمر كله يا ربي. شنو كان ببالك؟ شنو طموحك انه انت اليوم نكمل السادس؟ شنو كنت راسمه لحياتك مستقبلك؟ شنو قلت راح اصير اني وين صرت؟ راسم المستقبل يعني كنت مفكر يعني اطلع برا اكمل دراستي. فعلى الوضعيه شلون يعني اقدر اطلع شلون اقدر اتصرف؟ وين صرت؟ حاليا نساني بالامانه بالتنظيف والحمد لله والشكر الحمد لله. ما نقدر يعني وين نطلع ما حد يسمعنا يعني عامل نظافة من الصبح من الساعة 4 الصبح للساعة 12 وهاي الشمس وهذا الحر 270 ألف يعطونه 270 ألف انتوا رواتبكم شوي واحد يختلف عن الثاني يعني مدة تسمعون كل واحد يقول راتبه اكو واحد يجور يومية اكو واحد عقد اكو واحد على الملاك الدائم كل واحد وراتبه هسه يلا خلونا انتوا شنو هسه عقد؟ هسه يلا عقد هسه يلا قصر لك ايجور صار لك قد تشتغل؟ تقريبا سنتين قد كان راتبك بالايجور؟ كان بالايجور يعطون 250 250 نط خط خطك ايش قد؟ 50 وين بيتك؟ بالمعامل وين بعيد؟ ايه خط 50 فايش راح تبقى 200؟ 200,000 200,000 ويا شاب عراقي عندي عائله كمل 200,000 يعني 200,000 منو من يقدر يعني يصرف 200,000 شهر كامل والشهر ما يعطونه اياه ايش قد يظل بالشهر يلا نستلم؟ يعبر شهر 15 يوم هيك يلا نستلم زين الايجار زين الايجار شلون اللي عنده مصرف انا يعني الحمد لله انا جاي اقول هسه جاي اقول الحمد لله شكر ما متزوج غير شاب يعني ما متزوج اقول الحمد لله شكر ما متزوج على هالوضعيه ما فكرت انه باكر اقعد اتزوج وانا افكر على هالوضعيه على 270 الزواج اذا تروح تتقدم ومن تقبل من تقبل بي 270 من تقبل وانت بنيه شابه وتعرفين البنات يعني من تقبل بشاب ال 270 مثلا شلونك؟ لو مرحبا بك الله يعينك على هالحر الله يحفظك الله يساعدكم على هالشمس والله واديس وعلى هالتعب هذا ويحفظك شلونك ويا الحر؟ والله حار وتعب وهاي تعرفين يعني معاناة العامل مال النظافة هنا أنا. ماكو تعاون هسه احنا من قبل يعني الناس المواطنين المفروض يتعاونون ويانا ما يتعاونون اي والله هذا يعني اللي ايش مربط من السيارة بس اول شيء اعرف اسم حضرتك أنا ممكن تتفضل؟ اي مقتدى رياض مقتدى ابو منو حضرتك انا ابو مصطفى ابو مصطفى أي. ابو مصطفى عندك كم ولد والله انا عندي خمسه ولد وبنات لا بس ولد بس الله يحفظهم يا ربي الله يبارك يا ربي عامل نظافه تشتغل يوميا من الصبح لش وقت احنا من الخمسه اي حد 12 من الخمسه ل 12 اي والله بهالحر اي والله تعب وهالشمس وهالحر هذا بشتا برد ومطر احنا نعرف انه عامل النظافة بالشتاء هو بالشارع بالصيف هو بالشارع لكن الصيف هو اشد من الشتاء عليه الحر والله معاناة يعني تعب والله يعني حتى الاوساخ شوية تتفاعل اكثر من الناس امراض هاي طيب ايش قد راتبك؟ والله راتبي 250 وخمسة وايجار؟ ايجار لو شنو؟ لا والله ساكن ويا اهلي شنة تكفيك هاي ال 250؟ لا ما تكفي ما تكفي بس شو تسوي يعني مدارس والله عدم انا هسه ثلاث بالمدارس ثلاثه اي اثنين واحد ابتدائي واثنين متوسطه الله يخليهم لك شو تسوي الحمد لله زين ما قلت لها الخطوره مال شنو 50
والله يعني لا تدفو الدكتور ايش قد كشفيتك؟ زين سيدي مالتك ايش قد؟ اسالك بالله انا اخوي اكبر مني بسنه ب 2012 هنا توفى بحادث هم بالامانه ديدام كان الله هم كان بالامانه بالامانه مات بحادث كل شيء منطوني ماكو والله يقول يجوه ما انا دخل اي تعويض ماكو والله العظيم يعني وس احنا هسه يعني مضحين بارواحكم احنا هسه الله يكسك شلون احنا هسه اموات كل من كاظ ايش ناس تبيده لان هسه احنا جايين شبي الشارع هذا يعبر علينا يطقني حوادث هواي يعني ما يعني يعني حوادث يعني تجيك سياره طقتك يجيك ابو دراجه ضربك الله يكسك احنا ما نطلع للشارع نشاهد ما ظنينا روحنا يعني على كل هذا التعب خطوره 50% انا على ساعه الساعه اموت جهالي منو الهم زوجتي منو الهم منو لهم؟ منو لهم؟ يعني شو يعطيني؟ يعطيني تقاعد 200 ألف؟ لا لا منو يا ربي عمر كله الله يحفظك ان شاء الله يعني نسيت والله العظيم لحد الان ايش قصر لك تشتغل عامل نظافه؟ من 2015 2015 حسين تعال هنا شوي تقعد يعني نسيت لحد الان لا الفروقات معلقات مال 2015 خلينا نحكي عن الراتب لانه هذا الراتب وهذا غصه من واحد يسمعه صار غصه بقلبه انه من 2015 احنا 2024 وراتبه 170 ما ادري يعني ما مش قد اكو ناس يزيد رواتبهم ناس يصعدون زين ما فد يوم دول ايش منهم من الراتب يزيد بس على الاقل لو 50 هم لو كل سنه 50 هم نعمه زين ست احنا كنا كل سنه 50 هم نقول لك كنا عقود 370 هسه حولوني ملاك نزلوا راتب اي انا عربي ملاك غير الانسان يكون يستسعد لاموره يضيفوا له خدمه أي. لحد الان لا اضافت خدمه ال 50% سووني اياها قال حنسوي لكم اياها على اسمي حولوها على الخطوره انطوني اياها شهرين وقطعوها شهرين 65,000 وقطعوهن ولهذا يوم كل شيء ماكو لا اسم لا شو اسمه لا على الاسم زياده لا اعطونا مخصصات لا اعطونا الفروقات لا زياده 50% العيديه سلمتها؟ لحد الان العيديه ماكو هاي انا هذا السؤال ويا كل عام النظافه احتمال السنه ما محرم راح ليش؟ مثل بعد كم يوم العيد؟ مثل العام الماضي ما مو عندكم اطفال يردون يعيدون؟ اي بس ما يطوا هسه ها؟ ما يطوا من يحس بالفقير؟ نسوانكم ما يريدون يعيدون يشترونهم شيء من يحس بالفقير؟ من يحس بالفقير؟ ناس الله وكيلك ناس زوجاتهم عافتهم وصار بيناتهم طلاق من ورا شنو؟ من ورا الماده، الماده تقتل اكبر شخص. والله العظيم انا يعني وياي اصدقاء قال يعني زوجتي عافتني بسبب الماده ومن حقها، ما مجبوره تعيش بهذا الفقر. ما مجبوره، يعني شلون احنا خلينا نقول يوم يتعدل امورنا يومين ثلاثه من 2015 الهاي وجاي يصير للاسوء، احنا ورا الهاويه. يعني لحد الان كل شيء ما شفنا، اسمك موظف بس اسمك. من حق المره تزعل من حق المره تروح مو عيشه هاي والله ما يكفي انسان وحده مو عنده جهال وعنده مره يعني الموضوع اللي بدنا نحكي به موضوع عامل النظافه شكو عامل التقيت به كل طموحه يكون راتب 450 واحد يقول اتمنى يكون راتب يكون 500 واحد يقول هسه يقول الخطوره مالتي اتمنى يسوها 50,000 ليش هي 50 اذا طب دكتور تكفيك؟ ما تكفي ها؟ ما تكفي فلوس كشفيه هاي لا والله ما صح؟ ايوه هم عندهم يعني تكفي وزايده وعايش باحسن خير عامل النظافه وين وين يكفي يعني رحم الوالدي منو يقول انه هم هاي الناس يعني عندهم يعني لا ليش الناس كلهم يعرفون انه عامل النظافه راتبه قليل ما عنده مخصصات ما عنده اولويات خليهم يحكونه يقولوا خلي هو ينزل بالشارع عامل نظافه يعوف المنصب مالته فد نص ساعه ربع ساعه خلي يجي يكنس هنا بدالنا شوي على هذا الشمس هسه احنا بعدنا درجه الحراره ما صاعده 50 و52 اليوم 48 تموز و يعني شلون زين وقت تشوفينا يا لك فانيله جفوف الثام شفقه بنطلون ما تتحسسون من هاي الحساسيه هاي ظهري وجسمي كله منين الحساسيه ترحين للدكتور ايش قد ياخذ مني من شغل شيء 100,000 تطلعين 100 من مثل الورد ما حط لكم مخصصات لكم ماكو اذا احد يتمرض كذا لا ماكو هاي المخصصات مالتنا ماكو مال 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 الدكاتره يعني مثل ما اقول صار لك ايش قد تشتغل انا صار لي هنا 12 سنه وراتبك وراتبي هو 170 يعني والله الموضوع يعني حتى واحد يقول لك المفروض حتى هم عيب يحكون عيب يطالبون بحقوقهم عيب يقول لك انا صار لي شقد ايش قد صار لك 12 سنه وراتبه 170 12 سنه وراتبي 170 ما شنو هاي 12 سنه 170 12 سنه انطى من عمره هو بالشمس وبالبرد وبالحر وبالتعب وبالحر وما عدا
ناسنا واهلنا، ما حتى ما اريد اقول اهلنا، نقول مجتمعنا، بعض من 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 المجتمع. المجتمع اكيد انه يقصون ياكم بالكلام بالتصرفات. نعم نعم اكو صح لو مو صح. زين هاي 170 ما شنو؟ ها هاي 170 مالتهم ما شنو؟ هاي مال الحرب، مال الوقفه، الحر مالتنا، مال البرد، مال التعب. أي. هو هاي يحسبها يعني. اذا تريد تحسبين احنا 170 يعني رات باليوم، تدرين بش قد اطلع انا؟ اطلع اقل من ال 4000 اذا تريدين تحسبين. اقل من 4000 تتنظف بالشارع. اي جمعه والسبت والعطل هاي كلها طالعين. عيد العمال احنا هو هذا عيد العمال. اي عيدنا ليش نطلعه؟ احنا نطلعه؟ تطلعون؟ اي نطلعه، احنا ما نريد نطعن بغير شيء. زين ما قلت لهم اني انا واقف لكم بهذا التعب وبهذا الحرب وهاي الساعات الطويله ونص الامراض واقف اني والسيارات اذا اعبر ولا اجي تجي سياره سريعه لا سمح الله وضربتني وتخلون المحلات والناس تصدق عن موظف عراقي بالتالي عامل النظافه هو موظف عراقي، موظف عراقي تخلون المحلات والناس البرة. انا ما اقول تصدق، انا اعتبرها مساعده اليوم صح؟ مو هي مساعده بس اي يعني احنا هسه مرات احنا ماشيين نشوف عامل نظافه اطيفه بطل مي، اذا عندي بطل مي بارد احنا اطيفه مبلغ انه اقدر اساعده. احنا نعرف شنو وضعكم ونعرف شنو رواتبكم ونعرف المعاناه اللي تعانوها، بس رغم انه احنا مرات اللي يفوت من يمك ينطيك حتى يساعدك هو بباله انه يفرحك، لكن انت هذا نعم الموضوع ياذيك صح؟ يعني مو بس ياذيني، يعني احس روحي متسول. لا حشاك لا نكون واقعين، احنا انا موظف صحيح بس انا قلت لك اشتغل فوق وقتي حتى اكون مصرف اعيش بنفسي اعيش بعائلتي. زين انا عندي دراسه افكر الم للدراسه اتمرض، هذا الشمس الله شاهد علي والقران حساسيه من الحر، شمس تدق براسك شو تسوي؟ في الشفقه، الشفقه ما تفيد، الشفقه تظل ايه. فانا صارت تصير عندي حساسيه اروح للدكتور، ذبيتني على الدكتور. هسه جيب اي واحد نزله منا من السياره تمام، احنا كنا العراقيين شايفين الحر وشايفين الشمس ايه. بس مو اربع مو دائما مجبورين احنا يوميا، اي واحد طلع من محله او نزل من سيارته اقول له اوقف هنا أنا خمس ما دقائق ما يوقف يقدر؟ ما يوقف، ما حد يقدر. واتحدى احنا اصلا اهل المحلات من النظف المواجهه ما يطلع هو ويعطيك اياها يعني. يصير حق جو ياشر لك اشاره تجي الطب حاره طب تلقى الوضعيه بالداخل شكل ترجع تطلع انه وياي متزوج. طب جوه تلقى المحل بارد سوالت مشتغله تطلع تتاذى تتاذى يعني تقول هسه انا عايش بهالحر وبهالشمس ب 9000 دينار ب 9000 انا بيتنا اول شيء بعيد عن هاي المنطقه انه انا حاليا انا كراويه انا مسوي خط اطي للخط 60000 ايش قد تبقى من ال 3000 ايش قد قلت لي 270000 شيل 160 يبقى 210 شنو ريوقي المي اللي تشتري. احنا حتى نكون واقعيين احنا هنا بالعراق اهل خير، اذا اصعد هسه انا بهذا الزي اصعد مثلا انا قلت لك احل ورا الدوام الخط مالي نوباتي يروح انا الخط بس اجي وياه، من ارجع ما ارجع ويا الخط لان حتى استفاد ليش كم فلس بهذا الزي. اذا اصعد وي ابو عبريه ما ياخذ مني يقول لي انا عامل نظافه ما اخذ مني يمه. شلون مدبرها 250 هاي مال اكل مال شرب ما تكفي ما تكفي والله ما تكفي. اي شو تسوي؟ ما عندهم مريضه عند فقرات يعني اللي شوف منهم جاي يشتغل جاي يشتغل. اي والله زين ادري هاي 250000 يعني ما تزيد لا لا ما زيد هي ثابته يعني ثابته والله احنا على واي يعني نطالب يعني الدوله توفر عنا بزياده الراتب مالنا. عقد حضرتك لو شفت اجور يعني. اجور وهاي بيوم اللي ما تطلع بيوم اللي ما تطلع اي ماكو والله شو اسوي امر احتياج غياب مرات يعني يتعاون ويانا وشو اسوي والله الكريم يعني مقتدى. ولو انا اقول لك ابو مصطفى ايه؟ ابو مصطفى يعني بهذا العمر ايه؟ الله يعطيك الصحه والعافيه والعمر كله يا ربي هذا العمر ايه؟ تشتغل بالشارع ليش تسوي على هالاذيه هاي ايوه. على هالتعب ايوه. على 250 اي والله اي والحمد لله والشكر. زين ما شفت لك مثلا يعني ايش عجبك جيت اشتغلت عامل النظافه؟ طبعا انا كل الاحترام والتقدير لهم. لا انا كنت اشتغل سابقا غير شغلات اشتغلت غير شغلات بس انه الراتب بس بعد يعني اي شو تسوي يعني ما
والحمد لله اشتغل هاي قناعة من رب سبعت لي. لا الحمد لله. الحمد لله. 250 شو اسوي بوقتنا هذا؟ والله ما تكفي. ما تكفي راح نشتغل صراحة. احنا هل قلت لك يعني طالع احنا من الدولة تبار عنا يعني كنا نزيد الراتب. يعني كنا يعني كنا 400-450 شوية ها فيها مجال. 400-450 حلمك؟ وما تكفي يعني هالوقت هذا صعب. الله أكبر. صعب. حلمك 450. إيه هسه خل حتى لو هسه 350 مقابلي. يعني عامل النظافة. بس احنا باقي الدول احنا ما نريد نحكي على باقي الدول على على جزء راتب بالدوله جزءهم وحتى على فكره جزء باقي الدول ما عندهم المعاناه اللي يعانيها عامل النظافه اللي عندنا من جونا من المواطنين مع كل الاسف انه اليوم المواطن انا ما اعتذر بس على الحكومه مساله الراتب صح. احنا نريد نحكي عن المواطن ايضا اليوم احنا نشوف المواطن عادي يذب الاكياس النفايات وبيته يعني شويه روح مبحانه يعني هسه هاي هسه ما هي حاويه مهمه ما يذبها بالحاويه لا يذبها ليش؟ غير المفروض يتعاونون ويانا لا ليش؟ ما زين هم يعني هاي ثقافه النظافه ما عندهم ما اعرف هاي شو تسوي الحمد لله ثقافه النظافه اي والله هي هاي لان هي مو كش الدوله طبعا يعني هاي المفروض هو المواطن هو يتثقف بهالشيء ما طلبتوا بزيادة؟ والله هم طالبنا بس ما لا من الطالبون بس ما وصل صوتنا يعني أي ما تقولهم إنه إحنا من أهم العناصر اللي فعالة بمجتمعنا؟ صح ها؟ لا والله ما حكيتها؟ إي والله حاكينا إحنا حاكينا بس منحمة تجيكم ما تشملكم صح؟ لا والله إحنا لا لا كقروض. ما مش لا لا ما مشمولين قطع أراضي لا لا ما مشمولين ما مشمولين عاملين ليش عامل النظافة؟ الأجور الأجور إحنا خاصة الأجور ما له أي شيء والعقود العقود مشمولين العقود الملاك لا مشمولين لا سمح الله صار في القدر هذه 42 تكفي؟ ما تكفي 42 تستدل به كرامه يكفينا على شاذ ان شاء الله. شوف هنا احنا والله بيتنا بالمدينه. وعد ايوه اي والله نفرات اسمع منا اود. جيت تقريبا بالشهر فلوس النفرات؟ تقريبا بال 90,000 90 اي يوم 90 اي بشهر 30 يوم طيب يعني بس انتم قاعد تحكون عن مبالغ ويا راتبكم معناها ما مستفادين اي ما يكفي زين يعني شو تسوي يا ستي؟ جبت تصفالك هي والله ما تصفالك ما تصفالك يعني والله ما تصفالك يعني عارفين وراء سحب وراء انترنت وراء اطفال ساتي. لا والله مساحب من جيراننا مطين ببلاش مطيك ببلاش ايوه اكو ناس خيره اي اي ناس يمنا مطين واير ساحب مخلي راوتر بالبيت خلف الله عليك دوام طويل تعرف شلون عمو دوام طويل والله من 6 ل 1 وايد خلي اجي انا دقيقه انا اوقف مسكت أيه. الوحدة وايد دوام مره يعني ما عندنا طاقة طاقة ما مو مسكت الوحدة الجو حار يعني هلا هلا بينا بعد كم يوم شو راح يجينا راح يجينا تموز إيه راح يجي تموز وحدة دوام ما عندنا دوام عط. العيد دوام إيه والله دوام والله دوام عمو أنت أنت مسؤول أهمين عن أولادك و الأولاد بيش لا يعني قصدي أكيد تربي الأسرة بس مرات أكو الأولاد هم يساعدون هم يعني المصرف يشتغلون الوقت ترى ماكو واحد يساعد يا معود أنت مو شوفين هذا قاعد يذب أمه وهذا قاعد يذب أبوه تغيرت العالم وهذا راتب 170 هسه غير كون يحاولوننا احنا أجور بلكي ايه؟ توصلوا رسالتنا ايش قصة لك تشتغل؟ هنا خمس سنوات خمس سنوات ما خمس سنوات ايش قد؟ ها؟ ايش قصة لك؟ 2020 دوامك من شو وقت لشو وقت؟ دوامنا من الساعة كنا من الساعة 6 هسه صارنا من الساعة 5 الصبح لساعة 1 الظهر الله يعينك ناشدهم يعني هاي حرارة الشمس يعني انتم بالشتاء سووها مو بالصيف مو بالصيف الصيف درجة الحرارة توصل ال 50 احنا راح هسه ما بقى الشيء راح نطب على تموز راح نطب تموز تموز وسوينا بثلاثة الفجر لثلاثة الظهر اي والله يعني بالحسينة تأذينا حيلة تأذينا الناشد المرجعية الناشد الناشد اي اي انسان خير اي انسان عنده الشرف بس ينقذونه عقيل بس ملخصك هنا انا ابويا اقول لك اكو مرات هم يضحك وهم يبكي هسه انت تقول لي احنا كل ما الحراره تزيد الوقت يزيد علينا بزايد صح المفروض هذا بالشتاء يعني على هالشمس هذا من يتحمل ما نتحمل والله يعني هاي حراره الشمس ما نتحملها الله شاهد بالحسين يعني قاعد نتاذى كلش تاذى يعني كنا هسه كله حساسيه يعني امراض يعني قاعد هاي المرض قاعد ينتقل غيرنا وغيرنا قاعد ننتقل هاي انتشار هاي الامراض الاكزيما الجلديه الامراض الجلديه يعني تداول بالاتربه اي بالاتربه وبالاوساخ وبهالحراره هل عندكم مخصصات تكون لا والله كل شيء ما عندنا والحسين اريد الراجع ناخذ اريد الراجع يوم مثل راجع عندنا المستشفى او عياده او شيء ابد ما يخلونا غياب قبل غياب ليش ما نعرف ليش ليش هسه لو عسكريه احنا لو عسكريه نقول والله عسكريه وماشي الحكي
فدحنا يعني احنا دائره واحنا احنا عمل نظافه يعني احنا ننظف الشوارع يعني نظيفه يعني اليوم لما عقيل واصدقاء عقيل وعمال النظافه كلهم انتم تشوفون شوارعنا بهذا المنظر وانا عند انزلاق هاي لابس شنو؟ انزلاق عندي بالفقرة الرابعة والخامسة. شقد عمرك؟ أنا 26 سنة مواليد 96 لابس حزام. إي والله عند انزلاق صار بالحسين ورا قوم وقعد قوم وقعد، شغلنا هذا كله قوم وقعد قوم وقعد، بالقرآن تأذينا تأذينا يعني تأذينا، أنا بالنسبة لي أنا خلال هاي الشهرين إذا ماكو بعد ماكو حل نبطل، والله تعبنا بالحسين. وين تروحون؟ نروح نشتغل ونشوف لنا إيش. والله نشتغل. تعبنا بالحسين تعبنا مليان. زين أنت متزوج خاطب؟ متزوج أنا وعندي طفل. إي والله. والحمد لله والشكر الحمد لله خاطر عائلتك الخاطر عائلتك شو تسوي شو تسوي شو تسوي يعني مشكله والله مشكله الله يعينك انت شاب صح اي والله تطلع تتونس تقعد بمكان والله صار لي فتره ما طالع يعني انا من شاب يعني ست شوفني انا كعامل نظافه اذا شفنا العصريات من اطلع ما تعرفني بس المشكله شنو العيبي عيبي اللي عقلي جيبه فارغ لو الا اطلع شغله ثانيه يلا اوفر اطلع لي شغله ثانيه يلا اوفر مصرف جيبي زين ست جيبك فارغ جيبه فارغ انا يعني على حد يوم اي واحد انسان جيبه فارغ مين يطلع ما اعرف انا ما اعرف انا بالخير بس الوقت خلاني اجيب هاي الشغله يعني والله انا كرهت حتى روحي يوم صرت بالامانه مو شغله يعني اخوي توفى كل شيء منطوني ورجعنا هسه هنا اشتغلنا قلنا بركه الله ولي البيت ملاك ويصير شويه امورنا تمام مخصصات تجينا بركه فد يوم قاع تشمن اريد قرض يشمن هسه ما اريد عنه قاع وهذا عم سوينا 500 ما اريد عمل اقع كل شيء كل الموظفين عم تجيهم سنه من السنين يشملوهم فد بقاع فد بقرض انتم مو موظفين والله يا موظفين سيت بس انا اي والله احس يريد يحسبون فيني عم يحسبون اسلام يحسبون يهود يحسبون يحسبون باللي يعجبكم بس اعطونا لقمه ناكلها والله العظيم واحد بطنه خبزه مشابه اي والله العظيم يعني اساسيلك بالله هاي لو واحد شويه امورها تمام هاي ال 280 كيك ما ياكل بهن هو وجهاله مو يطلع بيني يسوق شهر كامل شهر كامل يجيب لي علاقة نسواك ويجيب مي ويدفع نت ويدفع انا سبيل بي سحب ما عندي والله جاري اثنين صغار والله العظيم ما عندي سحب وحق هذا الله شلون تنامون؟ والله ننام على الحر والله ننقع رواحتنا وننام وحق هذا الله مالك علي يمين وانا ماشي بنيه صادق زين منين انطي سحب يعني سحب ثلاث امبيرات يلا شغله لي مبرده منين انا انطي سحب؟ 200 اعطيهن للسحب ما اقدر تسحب ثلاث امبيرات ما اقدر واقل شيء ثلاث امبيرات اذا انطيهن يعني ما اقدر اسوق احكي انا جاي اتكلم جراح احكي لي بقلب زين اذا انطيهن ما اقدر اسوق والله وكيلك هسه جاي ناكل طقع طيب ايش احكي لك يعني والله ما نقدر ناكل لنا لحمه وسمكه وهذا اذا اريد ناكل لنا سمكه ولا لحمه ناكل بس بدايه الشهر اي والله العظيم بدون بس البدايه اي والله العظيم القاسم الله البوتيت ما ادري شنو الواحد هم يطق روحه هم يريد يغير هم يريد ياكل هم يريد يلبس العمر مره واحده باشر عقبه جو التراب احنا وبعدنا شباب احنا اذا هسه بشبابنا ما جاي نسوي شيء ايش وقت نسوي؟ ايش وقت نبدا مستقبل؟ يعني صار اطفالك يكبرون شو انا ابن ثاني ابتدائي وهسه جاي انا وزوجتي وابني ذاك الصغير راح يسجل من الاول كل احنا بغرفه ثلاثه متر زين هاي شلون ننام شلون نقعد 24 ساعه احنا بهاي الغرفه انا هسه لو عندي امكانيه والله اعوف اهلي واطلع اعزل ما عندي فلوس اجار وما عندي حتى لو تجاوز اشتري لو عندي والله اطلع مشاكل عائليه ضيق المكان عيشه كينا تعب يعني تدمرنا دمار حاله نفسيه لا يرث لها الله يعينك والله العظيم الله يعينك حسين احنا نطالب بهم بين يساعدونا احنا ناس موظفين والموظف له احترامه وله شخصيته يعني بعض المواطنين منا يفوتون وهاي كانه ما يتعاملوا ويانا يعني تعامل حلو جيد شنو اكو يوم صار لك في موقف ما حلو اذاك هواي يعني هواي اكو يعني انا اشتغل بشارع نزل لي واحد ظل يحكي عليه ليش يحكي هاي ما انت مشين انت تشتغل كلاوات وانت كلاوات يا روح الله وياك اكو رب لي حاسمه مو انا اللي حاسمه انت تقول لي كلاوات هو مجرد ما انا اقعد برا بهالحر هذا هو كافي شو ايش يسوي هو عقليته يعني بشرة زين كلاوات تقول لك كان تلقى مدينتك هيك نظيفه لا هو ما يلقنا مو مثلنا هو مرتاح مو مثلنا احنا ما ضايق الحر والتعب والقهر مالها مثل ما يقول زين يعني النوبات والله ريوق ما نتريق ما نلحق شغل يردون من يمك شغل كل هاي و170 الف ليش 170 الف يعني ما نستاهل احنا نصعد الراتب مالتنا شنو يطير نصه ترى العراق ابو الخير
احنا هل خير يعني ماكو هيك شيء يعني ليش خلونا ننحرف من غير طريق؟ احنا نقدر ننحرف بس اكو مخافة الله، هم ما عندهم مخافة الله، هو اهم شيء مخافة الله. ليش هيك شيء ما ادري مسوين ويانا يعني فروقاتنا لحد الان بعد فروقات، احنا نطلب الدولة فروقاتنا متعبنا متعبنا ومال الحار مالتنا حقك زين بعد لحد الان ما مطيناها، ليش ما يعطوناها مالت؟ ما الايدية اخذتوها مال ذاك العيد راح؟ لا ما بعد ماكو بعد وراح يجي العيد الثاني وراح يجي العيد الثاني وحتى هاي ال 50% ما ضايفينها مال رئيس الوزراء. بناتك ما عندهم اطفالك ما عندهم لهم عيد؟ ما عندنا عيد، احنا ما عندنا عيد. شنو؟ العامل النظافة هنا ما عندنا عيد. ليش؟ عيد احنا عيد نطلع نشتغل. عيد نشتغل بالزبالة تكون. هاي زبالة احنا ما نقول شغل. لا زبالة. حشك. ليش؟ يساعدونا رواتبنا تصير حلوة فد 500,000 راتبه 500,000 واحد ما يشبع قهر. تعرف تعرف قلت لي اسمك؟ انا ليت اسفة ليث هالقد ما حكيت كلام انه يقول لك بالقلب تمام؟ اذيتني بكلامك حتى اسمك نسيته ليث. انت تقول انه احنا نشتغل وين؟ بالزبالة. لا انت واجهتنا. انت واجهتنا. انت عندك واجهت. لا مو بس انا. انا ما عندهم واجهت. انا واكو ناس هوايه خيره وناس هوايه طيبه يعرفون ويقدرون ويقدرون عامل النظافه شنو انت واجهتنا. احنا اليوم اي شخص يدخل لنا من خارج العراق اذا يشوف شارع نظيف ولا شارع مرتب ولا شارع بزرع وبورد هاي بجهودكم انتم مو بجهودنا احنا. صحيح. صح مو بجهودنا احنا كنا قاعدين ببيوتنا. نعم مو لا نشتغل لنا ونرجع بالتالي على التبريد بس انه انتم هاي كل اليوم واجهه العراق هو انتم. صحيح احنا نشتغل من الخمسه ل 12. انت شوف بغداد قبل شلون كانت يعني قبل ما احنا لا 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 احنا مرينا بهواي ازمات وصارت شوارعنا عباره عن شوارع مهجوره انهجرت من الاوساخ والاتربه يعني حتى خضار مشوف زرع مشوف قمنا نشوف هاي الاشياء الحلوه بوجودكم. صحيح نظافة شوارعنا اليوم بوجودكم انت انت وزملائك. فانت لا تقول انه انا اشتغل بهيج مكان، بالعكس كل الحب والاحترام والتقدير من عندنا لكم. الله يهديك. تمام الله بس عزيز. يعني الموضوع يعني يقهر اليوم شاب عراقي صار له 13 سنه يشتغل عامل نظافه راتبه 170,000 ما شنو 170,000 حق التعب حق الوقفة حق الشمس حق البرد حق اللي حاط نفسه بمخاطر يجوز يجي فد فيروس فد مرض لا سامح الله هو يتنقل من شارع الشارع اللي تجي سيارة والضربة ما شنو هاي 170,000 يعني وصلت مرحلة شبابنا يقولون ليش خلينا نحرف احنا نطلع عن غير طريق يعني مثل هيجي شباب بالعكس ادعمهم ده يشتغل شغل حر شغل شريف يجيب لكم تا بالحلال الحمد لله وشكر هي لقمتنا احنا بالحلال ان شاء الله ما ماخذينها بالحرام بس احنا شو نطالب؟ نطالب وهسه احنا بالانسانيه وبالمروه احنا ما نطالب بشيء بالانسانيه وبالمروه نريد راتبنا يتحسن بس هاي ما نريد اي شيء يعني ما نريد اي شيء ما نقول له يا بجيب ايش قد تتمنى يكون راتبك؟ يا ما هسه ما نريد نريد راتبنا بس 500 يصير 500 يتعدل يعني هسه احنا 170 170 من تطينها زين نحكي عن الآلة والناس اللي تفوت من يومكم والكلام اللي يسمعونكم إياه والتجاوز واللي يعلي صوته واللي يتلفظ بألفاظ ما حلوة شلون تصرفون إياهم؟ احنا بالنسبة لنا بنشتغل نشتغل نص الشارع هي. تعرفون بغداد ازدحام من نشتغل بالشارع اللي يجي عصبي اللي يجي ماله خلق يصيح عليك يطلع كل ضيمة بيك نعم انت واقف لي بنص الشارع انت مدري شني انتم ما ويرحم الفوق هذا كله يشتكون علي انا يقدمون شكوى للمجلس يابا ترى عمالكم نعم اكو شكاوى هواي علينا وينقص من راتبنا وخصم ينقص نعم ينقص يعني يعني اللي يشتكي عليكم ينقص راتبكم طبعا ينقص خلي راتبنا. خلي اسمح اليوم اللي دا يروح ويشتكي اليوم انت اذا وقفت لك خمس دقائق ما راح تاثر عليك لكن راح تاثر اليوم على عامل النظافة اللي هو راتبه اما يكون 170 يا اما يكون 270 يا اما 260 ما يتجاوز ال 350 يعني هو كل واحد وراتبه من ده تروح وتشتكي هذا راح ينقص من راتب هذا المسكين اللي واقف بالحر
عادي انتظر لك 5 دقائق 10 دقائق ما راح يصير شيء. احنا 24 ساعة بالازدحامات. احنا يعني احنا ما نوقف في الشارع، احنا نوقف لنا بصفحة من الشارع. هو يقدر يجتازني ويوخر، بس هو بسبب انه هو يعني يتعاجز يوخر من يمي، يصيح علي، يقدم شكوى علي. شكوى اذا وصلت للمجلس تتغير. ايش قد يقصون من راتبك؟ يقصون الغياب، يقصون علي 40,000. عافية علي. يعني مال كم يوم؟ هاي مال 4-5 أيام تقريبا. مال 5 أيام هو واقف بالشمس هيك يعني تروح فري مجانا. 5 أيام تروح علي. ومع العلم يعني احنا هنا من نجي نشتغل؟ نشتغل لازم نكون حريصين. احنا اذا تكرمون قطف بقى بالشارع احنا نتحاسب. نتصور عندنا لجنة تفتر علينا نتحاسب. هسه خلينا نحكي عن هذا الموضوع. تقول قطف، هسه يجوز اكو ناس يخالفونه، يعني يخالفون كلامنا، يقولون ليش احنا مرات نمشي ونشوفك اوساخ. هذا فهم الناس انه انتم تطلعون وتشوفون شغلكم، لكن اكو بعض المواطنين ما يتعاونون وياكم. صح يا متخالين مال الحاويات؟ صح احنا خالين بكل مكان موجوده تكون حاويه. اي اي قلت ايش تذب بالشارع. احنا هسه حاليا شعدنا عندنا شفتين. اي شفت صباح وشفت مسائي، رغم ذن اثنيناتهم ما جاي نلحق على الانقاض نلقاها بالشارع. ما جاي نلحق، ليش المواطن يتعاجز بالسيارة وجاي شمر الباكيت، بالسيارة وشمر العلاقة، بالسيارة وشمر القوطية، بالسيارة. زين انا توني نظفت مكاني مثلا عند هاي الجزرة خلصتها، ماكو بعد جاي امشي سمع صوت قوطية وقعت وراي، لازم اروح. ما تقول له ليش مو انا تعبان واقف بالشارع؟ ليش هو اصلا ينزل الجام ويباوع عليك؟ ليش هو احنا جايتنا قناة ونريد انه احنا اسان ومنيتي يوصل صوتي؟ انا كل شيء ما اريد. شو تريد؟ احكي لنا اللي تريد. اريد صوتي يوصل. احنا نطالب باجورنا، اجورنا قليله، احنا متحملين الامراض، متحملين الحراره، متحملين التعب، متحملين الكلمه تطلع لنا الزايده ناقصه من اصحاب السيارات واصحابها من نوقف احنا بالشارع ويفوت من يمنا، حتى اي مواطن من اهل المحلات، من كل شيء نتحمل حكي احنا. تمام، اكو بعض المحلات زينه ومتعاونين ويانا وحاطيننا يعني باماكن يعني محترمه جدا. ذول احنا ناس نشكرهم، بس اكو ناس ما متعاونوا ويانا. احنا ناس اكو من نطب عليهم وبهذا الزي ما يبيع لك. ليش ما يبيع لك؟ يقول لك روح من برا، انتظر برا دقيقه، اذا نريد مثلا نشتري لنا لفه لكنها نشتري لنا هاي. بهذا الزي حسين انا ولو قاطعتك، بهذا الزي اليوم انت واقف، واليوم عيب على كل شخص مقصر بحقكم وانتوا لابسين هذا الزي. تمام، هذا الزي يدل على التعب، هذا الزي يدل على انه عندنا هواي شباب يريدون يجيبون لقمتهم بالحلال وما يقدرون، يروحون بغير طريق، يمشون بغير طريق، لكن اخلاقهم، تربيتهم، دينهم، عوائلهم كلها خاليه قدام عينهم. يقدر يمشي بغير طريق وذاك الطريق يجوز اسهل له، لكن هو من واقف لك ولابس لك هذا الزي، مو المفروض من بس هذا الزي انت تقلل من قيمته، ولا المفروض تاكل حقه، ولا المفروض تعامله معامله ما حلوه، ولا المفروض اليوم سمعك كلمه ما حلوه، ولا تعلي صوتك عليه، ولا تتجاوز بحقه. طبعا كلام كلش هوايه وخصوص عامل النظافه، والله يعينكم على هذا الحر، والله يعطيكم الصحه والعافيه لك وزملائك. وهذا اللبس وهذا الزي هو زي الشرف. تمام، اليوم انت لابس زي مهنه. حسين الله يعينك، والله ينطيك الصحة والعافية وربي يقويك، وكل هذا اللي تسويه ان شاء الله اجر وعافية لك ولاطفالك والعائلة. ست يعني شو اريد هسه؟ ولو نختم يعني وانتم وقتكم يعني قصير. لا لا ست اريد يعني حالنا حال الناس، حال الكهرباء، حال الصحة، واحنا والله العظيم دا نتعب اكثر من باقي الناس. يعني هسه انا بالشمس، من واقف بالشمس؟ جيب لي واحد يعني هسه، جيب لي موظف يوقف بالشمس نفسي 7 ساعات 8 ساعات، وانا بشر، انا هم روح، انا مو حديد، هم روح، انا بشر، انا 8 ساعات اوقف الشمس يومية على هالقعدة من 5:30 من 5، شي ظل بينا؟ وكل هذا على شنو؟ على 280 تطلع يوميتنا 8000 دينار؟ سجل لي بين صندوق طماطة؟ إذا احنا بعدنا شباب، عندنا طموح، عندنا احلام، مو لو لا، اذا ما نحلم احنا هسه راح وقتنا، عندنا جهالنا هم تريد، يعني انا باكر شنو يبي؟ ليث ال 50 و25 اللي انت ما تعني لك جزء، وهاي كارت تخلي تعبي تلفونك رصيد 50,000 او 25 او حتى 100، بس هاي ال 25 ما تعرف ايش قد تعني الليت والزملاء، ايش قد راح تغير من وضعهم. انا 10 تفيدني، هاي الوقت 10 تفيدني، والله ال 10 تفيدني. اول شيء هاي من هاي ليس هاي الك،
وربي يقويك ويعطيك الصحه والعافيه. وانا اشكرك جزيل الشكر. لا انا اشكرك وان شاء الله صوتك يوصل. فدوى العمر ان شاء الله صوتك والله يوصل. انا اشكركم واشكر قناه السامريه. شكرا لك والله. شكرا على الاستضافه وجودكم مشكوره. ربي يحفظ السيد. انا شرف اليوم وقفت. فدوى العمر السيد ويشكر الاخوه ان شاء الله ورب لا يضيع لكم تعب. شكرا شكرا. رحمه الله على والديك. ممنون سيد. وبالختام مشاهدينا شفتوا هذه جولتنا اليوم مع عمال النظافة اللي في العراق. طبعا يعانون من مظلومية كبيرة من جميع الجوانب على الرغم من ضغط العمل وغياب متطلبات السلامة، إلا أنهم مع الأسف يتقاضون أبخس الأجور التي لا ترتقي لمستوى الرواتب التقاعدية. واليوم إحنا شفنا حالهم وواضعهم وسمعنا طلباتهم اللي ما أتصور اليوم تأثر على الحكومة إذا ساوت رواتبهم مع رواتب الموظفين في القطاعات الحكومية الأخرى، إضافة إلى احتساب مخصصات خطورة أسوة بمخصصات القوات الأمنية والصحية. لهنا وانتهت حلقتنا مشاهدينا وياكم من برنامج 52 دقيقة. انتظرونا بحلقة جديدة وبموضوع جديد. في أمان الله.